بتنظيم من قبل مركز البحرين للتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب وبشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية بعنوان دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب. عندما نقول أننا مستهدفون في ديننا وعروبتنا، فإننا نرى عدد الجرائم الإرهابية التي وقعت في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين من عام 2002 وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 128 عملية إرهابية، وفي البحرين بلغ عدد ضحايا الإرهاب 19 شهيداً وأكثر من 4000 مصاب. إنما تواجهه أمتنا العربية من تهديدات خطيرة لأمنها واستقرارها ومخططات مشبوهة بدفع من جهات خارجية لإشعال الفتن والقلاقل وتشويه صورتها، إنما تفرض علينا جميعاً وحدة الصف لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره المالية والفكرية والتنظيمية. هي في الحقيقة دلائل وإحصائيات وبالأصل معلومات واقعية تظهر سواد الجانب وبشاعة المظهر والمنظر بما تخلفه آفة الآفات المدمرة التي يقصد بها الإرهاب بعينه. منقصة وشائبة لطالما كانت ولا زالت تعكر صفاء أجواء تلك الدول التي لا تألو أي جهد في سبيل تطورها ونمائها، إلا أن دوران العجلة جاء مخالفا لفيزياء البيئات المسالمة التي تسير إلى الأمام دون النظر إلى الخلف. لذلك تطلب الأمر تنظيم ورشة إقليمية حاكت قدرة السلطة التشريعية على مكافحة ظاهرة لا دين لأفعال من يعتنقون مبادئها وفكر متطرف تدعو الحاجة مجتمعة على المستويات كافة محليا وإقليميا وحتى دوليا إلى محاصرته وتجفيف منابعه الأيديولوجية ومصادر تمويله. هذه الورشة ستكون إسهاما في ما نصب إليه على مستوى العربي والإسلامي من دفع بالوتيرة الدولية لمحاربة هذه الآفة التي عرفت تطورا من الفرد إلى الجماعي ومن الجماعي إلى الدولي ومن المحلي إلى عبر القارات، فهذا أمر يستدعي منا بالفعل مواكبة هذا التطور بما يتلائم من تشريعات ومن جهود متبادلة بين جميع المؤسسات الوطنية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية. يجب العلم بالشيء، آفة الإرهاب من أين أتت، كيف يتم معالجتها، وأيضا مرحلة تقييم وتقويم للوضع اللي حصل فيه عملية التشريع. يجب أن تجتز هذه الآفة من جذورها والوقوف على أسباب انتشار هذه الآفة وتعزيز بالمقابل بالأفكار الإيجابية لتعزز منها دينية وأفكار وطنية وأفكار مجتمعية تحمل رسالة واحدة على مختلف المحيط من الخليج إلى المحيط العربي. بعتقد بأنه للسلطة التشريعية دور هام وهام وحيوي جداً في موضوع مقاومة الفكر المتطرف، الفكر العنيف ما يسمى بالإرهاب، لأنه السلطة التشريعية هي تعبر عن ضمير الأمة وهي تعبر عن إرادة الشعب وهي تقوم بعمل في غاية الأهمية في إطار الرقابة وهو إطار التشريعي. فالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في المنوط فيها السلطة التنفيذية مكافحة الإرهاب من خلال الأجهزة الأمنية المختلفة، وأيضا في إطار التشريع سن القوانين التي نتمنى أن تكون هذه القوانين تراعي منظومة حقوق الإنسان، تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تراعي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. محاور جلسات مكثفة غنية بما ستطرحه من مواضيع ذات الصلة بسرطان العصر الخبيث وطرق مكافحته وإبطال مخططاته في التمدد ومحاسبة كل دولة قد تتبنى قواعده اللا إنسانية لضرب استقرار دولة أخرى عبر الزج بعناصر بشرية لا تتأخر في تنفيذ ما يوكل إليها. اليوم في بعض البلدان قامت تستقطب بعض الإرهابيين وتعطيهم حق اللجوء السياسي وتقدم لهم مختلف الدعم لاستهداف بعض الدول. اليوم يجب أن يكون هناك قوانين صارمة تجرم
هذا تجرم هذه الدول في حال قيامها باستضافة مثل هذه الإرهابيين وتلزمها بتسليمهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم المحاكمة العادلة. ورشة عمل إقليمية ستسعى بين سطور جدول أعمالها إلى التأكيد على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية السليمة ونبذ كل أشكال الخلاف والفرقة وضحض أفكار تشويه الآخر. اجتمعوا لبذل المزيد من الجهود التي تقف في وجه تلك الصور البشعة لإرهاب مستحدث أصبح يشكل هاجسا للعديد من كبرى الدول التي باتت تسارع في تخصيص ما أمكن من الإمكانات من أجل أن تضمحل وطأة هذا الشبح المرعب. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.